انضم إلينا الآن من بيروت بشار حلبي، القانوني والباحث الأكاديمي في معهد الأصفري في الجامعة الأمريكية في بيروت. أهلا بك معنا دكتور بشار. بداية، يعني لو أمكن أن تعرفنا قليلا عن المؤشر العالمي لسيادة القانون، وعلى أي أساس يتم تقييم الدول؟ صباح الخير لك وللمشاهدين. يعني بطبيعة الحال دولة القانون هي إحدى ركائز الديمقراطية أو الدولة الديمقراطية الحديثة في يومنا هذا، وهي تعتمد على مبدأ، على عدة مبادئ أو ركائز تؤخذ بعين الاعتبار عندما نريد أن ننظر بجدية وفعالية دولة القانون. فهي تعتمد على مبدأ فصل السلطات، تعتمد على وجود دستور للبلاد، دستور حديث، تعتمد على وجود مجتمع مدني هو شريك للسلطة، وتعتمد على قضاء مستقل، وتعتمد على وجود أيضا إعلام حر يراقب عمل السلطات. لذلك كل هذه المعايير تؤخذ بعين الاعتبار، إلى إضافة إلى الشفافية في الحكومة ومؤشر الفساد. فكل هذه المواضيع تؤخذ بعين الاعتبار قبل أن يتم محاسبة أو النظر بجدية وفعالية دولة القانون في الدول أجمعين. ولذلك دائما ما تتصدر الدول الإسكندنافية هذا المؤشر بطبيعة الحال، وإلى إضافة إلى الدول العالم الثالث التي بعض منها يعاني من غياب فعالية هذه المؤشرات. نعم. إضافة إلى يعني نوع من الجنوح نحو الاستبداد. طب إذا ما هي العوامل التي ساهمت بتصدر الإمارات دول المنطقة بتطبيق هذا القانون؟ يعني دولة الإمارات في يومنا هذا تقدم بنسبة يعني جيدة على باقي الدول العربية، رغم أنها ليست، يعني لو أنها دولة حديثة إلا أنها ببعض تفتقر لبعض الركائز لدولة القانون، ومنها الإعلام الحر ربما، ومنها مبدأ الفصل بين السلطات والقضاء الحر والنزيه والمستقل. لكن دولة الإمارات في آخر عقدين من الزمن عملت جاهدا على يعني التقدم في هذه المواضيع، ونراقب ونلاحظ ان هناك على صعيد الشفافيه وعلى صعيد المؤشر الكوربشن هناك تقدم واضح جدا لدوله الامارات، مما يقدمها على باقي الدول الموجوده في المنطقه، لان الحوكمه الاماراتيه هي الافضل حاليا على صعيد العالم العربي. يعني طيب، بما اننا نتحدث الان عن الدول العربيه، الجزائر مثلا في المرتبه 72، هل تتوقع أن تتراجع في ظل الظروف الراهنة في البلاد من مظاهرات واحتجاجات؟ يعني هو حقيقة إذا نظرنا للريبورت بأجمعه نرى أن جميع الدول تنزلق أكثر فأكثر في الترتيبات، وتتجه أكثر وأكثر إلى التراجع في مؤشر دولة القانون، لأن هذا يمكن نسبه للحالة يعني لصعود اليمين المتطرف في العالم أجمعين، حيث نلاحظ أن الأشخاص إن كان في مثلا في القارة الأوروبية، في شرق أوروبا، الدول الديمقراطية الحديثة، نلاحظ صعود للرجل القوي مثل أوربان مثلا في هنغاريا وبولندا ومثلا تشيكيا وغيرها من الدول. لذلك هي ليست فقط من خصائص العالم العربي، فهي مرتبطة بالحالة العالمية جميعها. ولكن بطبيعة الحال إن كان الجزائر وإن كان مثلا السودان الآن بسبب المظاهرات التي تحدث هناك، وإن لم يصلوا جميع الأفرقاء إلى حل سلمي يسمح لانتقال للسلطة وللمشاركة فعالة وجامعة لجميع الأفرقاء، نعم بطبيعة الحال ممكن أن تتراجع أكثر فأكثر هذه الدول وتنزلق في ترتيبها بمؤشر دولة القانون. مثال على ذلك، يعني حسب التقرير الذي شاهدناه، يعني مصر حصلت على درجات متدنية في المؤشر، ما أسباب هذا التدني؟ يعني صراحة وبكل وضوح الوضع الحالي في مصر هو وضع كارثي على جميع الأصعدة، إن كان عدم وجود لأي مبدأ فصل السلطات. نلاحظ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي
هو الرجل الدكتاتور القوي الجديد الموجود في السلطة الذي حصر بيده جميع السلطات ويمثل جميع السلطات. لا يوجد إعلام حر في مصر، فهو إعلام موجه دائما. لا يوجد قضاء حر، فالقضاء منذ عدة أشهر حكم على 10 أو 12 شخص هم في سن ما يتدنى سن 30 سنة، حكم عليهم بالإعدام بتهم الإرهاب وغيره. لذلك كل هذه العوامل تؤثر على ترتيب مصر، ونحن نعلم أن الديمقراطية يعني لا تتماشى ولا تتوافق حاليا مع النظام الحاكم في مصر أبدا يعني، فهذه هي أحد الأسباب. شكرا لك بشار حلبي القانوني والباحث الأكاديمي في معهد الأصفري في الجامعة الأمريكية في بيروت، شكرا جزيلا لك.